نظام. يعني انا لو يعني اعتقد انه لو انا شخصيه معروفه ومشهوره وليا فولورز كتير يعني انا موت اصلا من الاول بقى. مرض العقل دي. والنبي لا لا عادي عادي, عادي يلا كملي موت وبعدين. والنبي بعد الشر. ماشي انت حلو خلاص. الله الله ما انت هتموتي هتدفني يعني. لا ال 40 اتحللت. بعد الشر. ودخلتي جهنم لما اتحاسبتي. بعد الشر. ربنا بقى انت ما انت باين عليكي. لا يا اختي هتخش الجنه. في 60 داهيه وبعدين ها. لو انت موتي اتدفنتي حصل ايه تويترك؟ حصل ايه تويترك؟ يهمني في ايه بقى؟ يعني انا يهمني في ايه انه اورث الفيس بتاعي والتويتر بتاعي والانستجرام بتاعي لحد. يعني انا مش عارفه ايه اللي يهمني. بس هنفترض فرضا انه ده 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 قرار لازم الواحد ياخده قبل ما يموت. لو انا شخصيه عامه ومعروفه ما يمنعش خالص ان في حد من افراد المقربين ليا الاصحاب عيلتي بتاع يبقى هو اللي ماسك او وارث الاكونت على الانستجرام بتاعي عشان يفضل يفكر الناس بصور باحداث بتاريخ بحاجات حصلت بمسلسلات بحاجات عملتها ببست اوف. يعني ممكن بس ده في حاله بس ان انت شخصيه عامه او شخصيه معروفه غير كده مش شايفه لها اي معنى.